اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب بضيف النهارده الاستاذ محسن لملوم. محسن، اتكلمنا على ادوار يورجن كلوب، سيموني، بنتكلم على كريزمان، لكن ياتي في المقدمه طبعا اللي يهمنا ويمكن يهم ملايين الناس دور محمد صلاح. محمد صلاح في هذه المباراه كمان بيأكد لا داعي للشك انه من افضل ولكن افضل مهاجم على مستوى العالم حاليا، من اداء اكثر من رائع، من تحركات اكثر من رائعه، من ادوار كبيره جدا جدا بيلعبها محمد صلاح. اكيد طبعا، بسم الله ما شاء الله. محمد صلاح طبعا بيجني ثمار جهد، هو جهد ذاتي بنأكد عليه دايما ان هو بيشتغل على نفسه. ان هو حتى في المباراه دي وصل لتسع مباريات على التوالي بيسجل فيها اهداف، من في بدايه الاسبوع كان حطم او وصل ساوى رقم دروجبا في البريمير ليج اكتر لاعب افريقي مسجل 104 هدف. ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي يتخطى هذا الرقم حتى لو بهدف في ديربي مع مانشستر يونايتد. كمان هو في الدور الابطال سجل هدفين فاقترب اكتر من تحطيم رقم برضو دروجبا في كاكثر لاعب افريقي مسجل في دور الابطال، مسجل 44 هدف. هو كده محمد صلاح 33. الفرق ان كمان عدد سنين جدا، يمكن عدد المباريات بالنسبه لدروجبا اكتر كتير جدا جدا من عدد سنوات او عدد المباريات اللي لعبها. يعني ان شاء الله محمد صلاح زي ما قلت لحضرتك بيجني ثمار تعبه وجهده، فعشان كده فطريقه مفتوح لتخطي كل تحطيم كل الارقام دي ويصل ان شاء الله الى ما هو ابعد. يمكن يكفي ان هو مرشح في الكره الذهبيه، حتى وان كان فرص الفوز فيها واضح ان هي مش هتكون قويه، لكن هو طبعا الافضل على مستوى العالم. كان حتى كان يورجن كلوب قال لك هو لو بالانجازات او البطولات اكيد هو يعني هيتظلم، او ليفربول ما عملش حاجه السنه اللي فاتت فما خدش حاجه، لكن على المستوى الشخصي طبعا بيقدم بشكل عادي جدا، بشكل عالي جدا، قدر ينقذ ليفربول في اوقات كتيره من نتائج سيئه، قدر يحقق حتى الارقام برضو يا محسن. على الشاشه قدامنا يمكن الرقم اللي استوقفني برضو، هقول لك الارقام سريعا. يمكن جريزمان طبعا او محمد صلاح، محمد صلاح عنده فرصتين بيحقق هدفين. يعني خلي بالك احنا دايما كنا بنتكلم ان الـ يعني المحصله النتيجه بتاعت مجهود اللاعب. محمد صلاح حتى في البريمير ليج ممكن جدا ثلاث فرص يحرز هدفين، اربع فرص يجيب ثلاث اهداف. فدي كمان اعتقد تطور في اداء محمد صلاح بشكل كبير. بالظبط، الاخطاء بتقل. يعني دايما كنت تلاقي المهاجم مثلا عنده 10 فرص مسجل منهم مثلا جونين ويبقى رائع، يبقى اداء كويس، لكن محمد صلاح واضح ان خبراته اللي بتزيد مع مرور الوقت بتخليه يقلل الاخطاء. حتى بقى عنده هدف مكرر يمكن بيسجله لثالث مره على التوالي، اللي هو الجون الاولاني اللي سجله في اتلتيكو مدريد، سجله في مانشستر سيتي، وسجله اعتقد في واتفورد المره الاخيره بنفس الشكل، بقى هدف ماركه محمد صلاح. يعني حتى من بره المنطقه يمكن الفرق اللي كان في السيتي وفي في واتفورد كان من جوه المنطقه، لكن وبعدين متنوعين، واحد برجله اليمين واحد برجله الشمال، المره دي من بره المنطقه. طبعا كان فيها انها خبطت في ميلنر، بصراحه كنت زعلان جدا انه ان في البدايه تسجل باسم ميلنر، لكن الحمد لله رجع الحق لاصحابه لانه هو اللي عمل الهدف، هو اللي صنعه، فات من واحد واثنين وثلاثه وقدر يسجل. واللي عجبني كمان يمكن ضربات الجزاء طبيعي انك تسجل، لكن في بعض المباريات بتبقى صعب انك تسجل، خاصه كمان كان في يعني لعب باعصاب محمد صلاح شويه. الاعصاب مش هتفرق معاه حارس يعني في خلي بالك في لعيبه بتتهز من الجزاء ده. بس محمد صلاح اللي سجل جون ضربه الجزاء بتاع ملاوي في الدقيقه 93 اللي صعدت مصر كاس العالم بعد 28 سنه، اللي يعمل دي لا يعمل غيرها. عشان كده يمكن دي كانت فارقه في مع ليفربول، لما يورجن كلوب قال لك بعد ضربه الجزاء دي انا محمد صلاح هو اللي هيسجل بعد كده، او يبقى رقم واحد في تسديد ضربات الجزاء. عشان دي مقارنه طبعا رقميه ما بين محمد صلاح وجريزمان خلال مباراه ليفربول واتلتيكو مدريد. جريزمان عدد طبعا بعد الطرد يمكن في الدقيقه 15 من الشوط الثاني لعب 54 دقيقه، محمد صلاح لعب المباراه كامله 94 دقيقه. عدد الاهداف، محمد صلاح احرز هدفين، جريزمان هدف واحد. الاهداف المتوقعه كانت لصالح محمد صلاح بنسبه 0.9 لجريزمان 0.08. دي اللي بتكلم عليها فرص على المرمى. جريزمان جات له اربع فرص، حقق يمكن منها هدف واحد، وكان في يعني فرصه على المرمى او حقق هدفين. محمد صلاح فرصتين بهدفين، التصويب على المرمى 3 جريزمان، 3 ما بين القائم والعارضه، محمد صلاح 3 ما بينه 2 ما بين القائم والعارضه. التمريرات لجريزمان 13 منها 10 صحيحه، محمد صلاح 33 منها 27 صحيحه، بنسبه 82% لمحمد صلاح مقابل 77% ل جريزمان. زي ما بقول يمكن الفرص
اللي جت على المرمى، أربعة فرص لجريزمان أحرز منها هدفين، محمد صلاح فرصتين بهدفين. المراوغات طبعا محمد صلاح بنسبة هايلة، أربع مراوغات منها الأربعة صحيحة. جريزمان مش الطيب اللي ممكن يعمل مراوغات بشكل كبير، لكن كمان ارقام مميزه لمحمد صلاح بشكل كبير. طبعا هو بصراحه يعني كويس جدا انه بقي في الدوري الانجليزي في ليفربول اللي بيعيش طبعا افضل فتراته دلوقتي، ما انتقلش للريال وللبارسا، ده الحل الطبيعي. انت تلاقي مثلا ديفيد بيكهام، مايكل اوين، الناس دول راحوا دوريات ثانيه، تحديدا طبعا اكبر ناديين في العالم ريال مدريد وبرشلونه، لكن كويس انه ما عملش كده لان هم دلوقتي ما بقوش في قمه مستواهم. مع كامل تقديرنا يمكن الكلاسيكو اللي جاي ده كلاسيكو يعني هبط بنسبه كبيره، بنسبه 50% من اهميته بعد ما كان فيه رونالدو وميسي وبقيه المجموعه الكبيره دي.